ترويج بضائعهم. المبادرة كانت من اللجنة الرباعية لتشجيع التصدير البضائع الفلسطينية، المنتجات الفلسطينية الوطنية للخارج، وكان هنالك السوق العماني المقترح اللي راح يكون فيه هناك تصدير له. السوق العماني واعد جدا، صار كثير في اتصالات مع عمان بهذا المجال. الأسواق هناك تنتظر منتجات فلسطينية طبعا ذو مواصفات جيدة وعالية، اللي يكون تصديرها اللي يكون الاستيرادة من هذاك الجانب كويس مجدي بالنسبة لهم. احنا دوما بنقول لأصحاب المصانع والمنتجين في هذه المحافظة وفي الوطن بشكل عام، لازم نحسن احنا الجودة والمواصفات العالمية اللي ترقى في الأسواق العالمية والدولية في الخارج. دوما احنا كغرفة تجارية نسعى لتشجيع التصدير للخارج، تشجيع الصناعة، تشغيل الأيدي العاملة، تخفيف البطالة بشكل عام في الوطن ككل. محافظة طول كرم طبعا احنا ننظر دوما لأفواد الخريجين اللي دوما تتزايد كل سنة عن سنة، هذه بحاجة لأماكن عمل. أماكن العمل تكمن في التجارة، السياحة، الزراعة والصناعة بالتحديد. الصناعة أهم شيء، أهم عنصر أساسي في الاقتصاد بشكل عام، لأنه هو اللي بيشغل العدد الأكبر من سواء من الخريجين أو من العمال أو من الناس بشكل عام.